اسمك ايه؟ اسمي محمود عبد الرازق امين من مدينه السلام. محمود انت يعني قلنا انا طبعا من زاوية الاعاقه وكده، والنهارده كنا جايين نعمل عرض النوبي وكده يعني. طيب انت يعني امتى حسيت ان انت عايز تغني وعندك الموهبه دي؟ طبعا انا طبعا انا بغني من وانا عندي 9 سنين، من وانا عندي 9 سنين بغني، وبعد كده والدتي خدتني دار الاوبرا المصريه، بقيت بعد كده بقيت ايه اثقل الموضوع بالدراسه. لسه يا دوبك ما كملنا السنه واتخاصمنا وانت مطمن مش انا، لسه يا دوبك ما كملنا السنه واتخاصمنا وانت الغلطان مش انا، خايفه لما الحب يهرب مننا يهرب من عذابنا ويضع من قلوبنا ولاسي اعصابه، يهرب من عذابنا ويضع من قلوبنا ولاسي اعصابه. ايه ده حبيبي، ايه ده حبيبي، ايه حبيبي، ايه حبيبي، هو الحب لعبة ولا الحب لعبة؟ بتخاصمني حبة وتصالحني حبة، لما بتخاصمني روحي بتخاصمني والقى نفسي تايهة دنيا تايهة مني، لما بتخاصمني روحي بتخاصمني والقى نفسي تايهة دنيا تايهة مني، بتجيني تاني تصالحني تريحني من الأسوأ، تأمنيني تفرحني تريحني دنيتي الحلوة. ايه ده حبيبي، ايه ده، ايه ده حبيبي، ايه ده حبيبي، ايه ده، ايه ده حبيبي، ولا الحب لعب ولا الحب لعبة؟ بتخاصمني حبة وتصالحني حبة، يا حبيبي لما تغضب مني قول وانا صالحك في ساعة على طول، قبل ما يفرح عدو يشمت عزول، يا حبيبي لما تغضب مني قول وانا صالحة في ساعة على طول، قبل ما يفرح عدو يشمت عزول، وابقى جنبك بعد فرقتنا لان عايشة في احساس غريب معرفش مالي، خايفة يجرى تاني اللي جراني، لا ده حبيبي، اهدى اهدى يا حبيبي، هو الحب لعبة ولا الحب لعبة؟ خاصمني حبة وتصالحني حبة.